بسم الله، هشوف مع بعض في برنامج الاول بلان ازاي ابدا اعمل كولوم. هاجي من تولز، اختار ارتكشر، من ارتكشر اروح لبيزك وول واقول له انا عايز اعمل كولوم. بيبدا يديني ان انا احط كولوم. هنا لو انا عندي كولوم موجود بعمل نسخ للخصائص بتاعته. هنا هدخل احدد ايه الخصائص بتاعه الكولوم دوت. هل انت عايز الكولوم ده مستطيل ولا عايزه دائري ولا عايزه بشكل سداسي او سباعي زي ما انت عايز. هتبدأ تحدد النمبر اوف كورنر ولا انت عايز شكل غير منتظم. ابدأ احدد الويتس بتاعي قد ايه، هيكون مثلا 0.4. السيكنس بتاعي هقول له مثلا 0.8، يطلع معايا بالشكل دوت. هشوف الانجل بتاعت قد ايه، الهاي ارتفاعه قد ايه، مثلا 3 متر. هنا بدخل في الخصائص اكتر، يعني ارتفاع سطح الارض الدور بتاعي قد ايه، خصائص الماتيريال بتاعتي، خصائص شكله هيبقى عامل ازاي في البلان، الهاتش بتاعه هيبقى عامل ازاي. وانا ببدا اعمله بريفيو، اشوفه من كل اتجاه باني شكل، يعني مثلا في البلان هيبقى عامل ازاي. لما اجي اعمل ريندر هيبقى شكله عامل ازاي في الريندر. اقول له اوكي وابدا احط العمود بتاعي ده. دلوقتي بحط مثلا من كورنر دوت، ممكن اختار كورنر تاني، ممكن اختار مثلا من النص بالشكل دوت. تمام.